ما هو ناقل الضغط وما هو تأثير البيزو الكهربائي؟ What is a pressure transmitter and piezoelectric effect؟ سوف نستعرض في هذا الفيديو المبادئ الأساسية لناقل الضغط pressure transmitter أو حساس ضغط الوقود. أولا، من ناحية علوم الفيزياء الفيزيكس، الضغط البريشر البي يساوي القوة الفورس الاف على المساحة اليونت اريا اس. ثانيا، انواع الضغط تايبس اوف بريشر، يوجد ثلاث انواع. النوع الاول الضغط المطلق الابسوليوت بريشر، يقاس الضغط المطلق عندما يتعرض الغشاء ديافرام من هذه الناحية من احدى جانبي الى ضغط اقل من الضغط الجوي الفاكيوم بريشر. ثانيا، الضغط المقاس الجيج بريشر، يقاس عندما يتعرض الغشاء من احدى جانبي هذا الجانب الى الضغط الجوي اتموسفيريك بريشر. الضغط التفاضلي الديفرنشال بريشر، هو الفرق بين الضغط بي 1 والضغط بي 2 الذي يؤثر على كلا جانبي الديافرام. ثالثا، types of pressure transmitter، يوجد نوعين. النوع الاول المثبت خارجيا externally mounted ويقيس الضغط البريشر B وكذلك ارتفاع سطح السائل ال H liquid level liquid. أما النوع الثاني الغاطس submersible ويقاس الضغط بواسطة ارتفاع سطح السائل الليفل ليكويد الاتش. What is inside of a pressure transmitter؟ ماذا يوجد داخل ناقل الضغط؟ فتح دخول السائل تحت ضغط البريشر بورت والتي تسمح للسائل بالدخول الى ناقل الضغط. الحساس السنسور ينقل ضغط السائل عبر غشاء الديافرام، سواء مصنوع من المعدن ميتال او السيراميك او السيليكون، ويحولها الى اشارات كهربائية electrical signal. signal conditioning electronic module يقوم بتكبير الاشارات الكهربائية الصادرة من الحساس الى قراءات مثل عشرين ملي امبير او عشرة فولت. الوصلة الكهربائية electrical connection توصيل، وفائدتها توصيل ناقل الضغط الى نظام قياس الاجهزة measuring system.
بلوره الكوارتز اللي هي دي، اللي هي ثاني اكسيد السيليكون، تم اكتشافه سنه 1880 بواسطه العالم الفرنسي بير كويري واخوه جاك. فعند تعرض الكوارتز لجهد، هذا الكوارتز يتعرض الى جهد مثل الطرق عليه، ونتيجة لذلك يتشكل هذا الكوارتز ديفورمد، فيتولى التيار الكهربائي في هذا المصباح. وعند تعرض بلورة الكوارتز، هذه البلورة، لمجال كهربائي مثل البطارية، فإنها تتذبذب وتهتز بتردد معين. هذه البلورة تتذبذب وتتردد وتهتز بتردد معين. إن هذا الاهتزاز يتسم بالانتظام والدقة العالية، وهذه الظاهرة عرفت بالبيزو الكهربائية. ولمعرفة المزيد عن مادة البيزو الكهربائية بيزو إلكتريك، دعنا نرى تأثير البيزو الكهربائية. فعند مرور التيار الكهربائي خلال مادة البيزو سيراميك، تتغير مقاساته البرورة، ويقال له البيزو إلكتريك إفكت. وعند تعرض مادة البيزو إلى ضغط، هنا في بريشر ضغط، يتولى التيار الكهربائي كما هو مبين بالشكل. وأخيرا دعنا نتعرف على تعريف البيزو إلكتريك. هو جهاز يحول الحركة الميكانيكية إلى إشارة كهربائية، converting mechanical motion into electrical signal. وهذه الظاهرة تستخدم في تصميم حساس ضغط الوقود الفيول بريشر سنسور.